به هذه الندوة الوطنية. إذا صالح القراني حاجة صالح القضلي تونس أعطى المبادئ وخلى وحث الناس باش تكمل في الطريق تاعو، وحقيقة بسببه هو بالك اللي وصلنا للثورة وثورة التحرير تاعنا حنايا. المناسبة مناسبة تخليد ذكرى استشهاد الحاج المقراني 158 هي فرصة للتعرف على الإخوة والحضور والواحد يشهد بما عنده من معلومات. إن شاء الله نكون نمثل عائلة المقراني بتونس أحسن تمثيل. نستذكر في هذا اليوم 5 ماي مجموعة من المحطات التاريخية التي تؤكد على استمرارية النضال الجزائري. ف5 ماي 1871 هو محطة مهمة في مقاومة الاحتلال الفرنسي باستشهاد الحاج محمد المقراني. هذا النضال المتواصل الذي يعني شكل تراكما مهما في مسيرة الجزائريين نحو الانعتاق من الاستعمار الفرنسي.